في الغالب أن من أنار الله بصيرته ودخل في هذا العلم الشرعي في الغالب دخل في هذا العلم الشرعي وتبحر فيه وزاد من التعلم فيه في الغالب أن نيته تكون صالحة. لكن يأتي مثل هذا لمن هو قليل العلم قليل العلم ويرى نفسه أنه من أعلم الناس أو أنه لا نظير له. ولذا فإن طالب العلم كلما ازداد من طلب العلم كلما زاده خشية من الله عز وجل. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن المصيبة تحصل من أناس علموا بعض العلم فرأوا أن لأنفسهم قدرا وحظا ومكانة فأرادوا أن يستقطبوا الناس إليهم وأن يصدروا فيه. لكن من ترسخ في هذا العلم وتبحر فيه اطلع على عظمة الله عز وجل وأنه الذي وفقه إلى هذا العلم وأن جهده قليل وأن عمله ضعيف وأنه لو وكل إلى نفسه وكل إلى عجز. لكن هذا كله بفضل منه عز وجل ابتداء وانتهاء. والموفق من وفقه الله. قال عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولذا يجب في طلب العلم ومن آداب طالب العلم من الآداب الواجبة أن يخلص النية لله عز وجل في طلبه للعلم. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ليس هناك شيء من العبادات يعدل العلم إذا صحت نية العبد. قالوا كيف تصح نيته؟ قال يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره لتكن هذه النية باقية في ذهنك. تتعلم من أجل أن ترفع الجهل عن نفسك فتعبد لله عز وجل على معرفة وعلى علم. ثم بعد ذلك تنطلق إلى دعوة الناس إلى الله عز وجل لكي ترفع الجهل عن أخوانك المسلمين. بهذا تنال الخير من الله عز وجل ويورثك الله بهذا الصبر اليقين. وإذا اجتمع اليقين والصبر اجتمعت لك الإمامة في الدين. والموفق من وفقه الله.